صباح الخير. انا صحيت قبل شوي وانا موجوده اليوم في تايلاند، واليوم بهذا الفيديو حورجيكم يوم من حياتي، كيف حياتي عاده بتكون من الصباح لبالليل. حيكون شوي الوضع كده مجنون، وتقريبا هو كل يوم من حياتي شكل، واليوم يومنا التايلندي. خليكم معي لاخر الفيديو لانه حقولكم ايش هو التحدي الثالث لحمله فرصتي، الحمله اللي بتدور على اكبر يوتيوبر عربيه. تعالوا معي نبلش يومنا. بسم الله. بحب أبلش يومي بشوية مديتيشن وتنفس عميق بس بدون الدبانة. بمزح معكم، مش كل يوم بقدر أعمل مديتيشن لأنه عندي مشكلة هايبرنس كتير، هايبر هايبر هايبر. المهم خلينا نروح نبلش هذا اليوم المجنون. فطوري حيكون ملون وفيه فواكه بتفتح النفس. بحب أشرب مي قبل ما أكل أي شيء. وبعد ما تغذيت وصار الوضع مية مية رحت على اجتماع. كتير بحب لما نفكر مع بعض، بحس أشياء خرافية بتصير. أنا هلأ رايحة على المكتب. مكتبي هو العالم، شغلي إني أسافر، أكتشف العالم، أحكي مع ناس وأشارك حب وأفكار عبر فيديوهاتي. نفسي أعمل بصمة تقرب الناس من بعض. وهلأ مروحة من محطة شغلي الأولى، وبعد ما رجعنا من رحلتنا والتصوير في جزيرة فيفي رجعت أشيك على إيميلاتي وأنزل المواد من الكاميرا. كملنا ليلتنا في بوكيت، رحنا نكتشف هاي المدينة شوي أكتر وأصور فيها. And it's dinner time. بموت في إشي اسمه سالمون. I love it. تفضلوا معي. وبعديها رجعنا على الأوتيل. التحدي الثالث لكل المشتركين بمسابقة فرصتي هو أنه تصوروا يوم من حياتكم وتورجونا فيه كيف تعملوا خيارات صحية. بالتوفيق. هذا كان يومي باختصار، إن شاء الله تكونوا مبسطوا فيها، إن شاء الله تكونوا أنتم مبسوطين بكل أيامكم كمان. بس قبل ما أروح بدي أقولكم شغلة، أنا كتير بآمن بكونسبت إن الواحد يدلل حاله، عشان هيك إحنا بناخد بنزين لنكمل اليوم الثاني. حورجيكم واحدة من الطرق اللي الواحد بيقدر يدلل حاله فيها. تعالوا معي.